السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم تنبيهية بقد ما هي تكون ضمن سلسلة السوات بروجرام. بالسوات بروجرام اكو فقرة ضروري ننتبه عليها لما نعمل فقرة الران، تنفيذ البرنامج حتى نحصل على الاوتبوت ريزلت. من نروح هناك راح عندنا نقول له ران سوات، اكو فقرة ضروري ننتبه لها وهي فقرة الاحماء او التسخين للبرنامج. الاحماء او التسخين للبرنامج، تمام؟ هاي ضروري جدا. هاي الفقره راح تزيد من الانديكيتر او يعني تنطي فد ريزلت كلش اعلى للبرنامج. فمثلا يعني شنو ست فقره الاحماء؟ شو تقصدين بالورب ماب بريود؟ اول شيء نقصد بهذه الفقره مثلا انت عندك الوذر ديتا مدخلها سنه من 98 الى حد مثلا 2021، تمام؟ من تعطي الديتا والريزلت وكذا وطلع لي كذا نتائج وهالشكل، حتقول له رن سوات بوت. تنتبه الى هذه الفقره منين بلشت انت من 98، النتائج اللي راح يخرج لك اياها مال الريزلت ايا كانت النتائج، على ابسط المثال الديسشارج ما راح يخرج لك اياها من 98، راح يخرج لك اياها منين؟ من مثلا تعطي انت اقل فتره احماء لبرنامج سوات هي 3. طيب دكتورة شلون ننتبه على هذا الموضوع؟ تروح على هذا الرمز الموجود اسمه NY skip، ايش قد اهمل لي year، ايش قد number، هاي معناها ال NY skip number of year skip، عدد السنوات المهملة. البرنامج سوات ضمن الجايد لاين مالته يبين لك انه اقل فتره يحتاجها برنامج سوات هي 3 سنوات، فهنا راسا تعطي 3. خاف احد، لانه انا صراحه سالت بالمحاضرات السابقه انه ليش بدك تنطين الان واي سكيب 3 وشنو معنى هذا؟ معناه نمبر اوف يير سكيب، عدد السنوات المهمله، اهمل 3 سنوات. فايش راح يجي لي هنا مين ينفذ لي؟ راح يهمل لي ال 98 وال 99 وال 2000. فالريزلت مال الديسشارج ابسط شيء، قلنا هذا ابسط ريزلت، منين راح ينطيك اياه؟ ينطيك اياه من 2001 لل 2021. هذا النمبر اوف يير سكيب ما يتلاعب بالاندنج ديتا، ما يتلاعب بالسنوات يعني اخر سنه، يتلاعب وياخذ فقط من الستارتنج ديتا، ضروري ننتبه له. يعني مثلا لو انت مطين من 2000 لل 2020 النمبر اوف يير سكيب منين حيتلاعب بيها؟ من المؤخر يعني اخر من الاندنج ديتا لو من الستارتنج؟ لا، حياخذها من الستارتنج ديتا. فيجي انت مطين من 2000 حيهمل. بالمناسبه ليش هسه احد يقول 3؟ ليش الرقم 3 ننطي؟ خلونا ننطي مثلا 2. من تقرا الجايد لاين للسوات راح يقول لك انه المفضل تاخذ 3 سنوات فما فوق. فاحنا ناخذ 3 سنوات، تمام عيني؟ بعد ما تحدد 3 سنوات انت مثلا منطين من 2000 راح النتائج ينطيك اياها من 2002، لان 2000 تروح 2000 العفو من 2003، 2000 تروح 2001 تروح 2002 تروح، فراح تطلع لك النتائج كريزلت ايا كانت الريزلت اللي انت تريدها من 2003. هاي الفتره يسموها فتره الاحماء، يسموها الورب ماب بريود. طيب شنو الغرض من عندها هاي فتره الاحماء؟ ليش دي ياخذها البرنامج؟ على شنو؟ فيسال احد انه ليش دي نستخدم هذه فتره الاحماء؟ هاي فتره الاحماء الغرض من عندها انه نزيد دقه النظام الهيدرولوجي للبرنامج. ليش؟ لانه البرنامج مثل ما نعرف يتناول عدد من الريزلت، يتناول عدد من البيانات. يعني هنا عندك ابسط شيء الهيدرولوجيك ريسبونس يونز، مو حيتضمن لك لاند الكفر لاند يوز وسويل. السويل تعرف انه تبين لك الطوبوغرافية او التكستشر مال التربه. فواحد من الاشياء اللي ينوهون عليها يقولون الفوسفور يحتاج فتره احماء كلش عاليه اذا اردنا نثبته او نبين مباينه بالتربه. فالبرنامج يعني وبضافة الى امور ثانيه يعني من ناحيه تقنيات وتكنولوجيات خاصه بالبرنامج، فالبرنامج يحتاج هذه فتره الاحماء، احماء حتى يخلي دقه النظام الهيدرولوجي اعلى. وانت تقدر تقرا عنها كفلسفيا بشكل اعمق وتكتب انت مجرد وير ماب بريود فور سوات بروجرام، او مثلا النمبر اوف يير سكيب ان سوات بروجرام، تلقائيا راح تلقى اكيد مو ضمن فقط اكو هاي برامج راح ينطيك فلسفه الموضوع بالشكل التفصيلي. احنا هنا نبصدد عن هذا الموضوع، لكن انا حبيت انه انوه عليه. اذا عندكم اي سؤال او استفسار ضمن هذه الامور تقدرون تراسلونا على القناه ضمن التعليقات، ولا تنسون تدعمون او تدعمون زملائكم
للاشتراك بالقناة للاستفادة من هذه البرامج الهيدرولوجية في بحوثهم العلمية. ولنا ملتقى معكم آخر إن شاء الله في محاضرات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.